بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يتحدث فيها عن مجاهد عظيم، مجاهد من بلاد الهند، وهو من أصل عربي، جاهد في الله تعالى وقدم دمه شهيدا لإعلاء كلمة الله تعالى في تلك البلاد المجهولة لأكثرنا، في مدة مجهولة أيضا لأكثرنا. ولد رحمه الله تعالى وهو أحمد ابن عرفان الشهيد، هكذا كان أحمد ابن عرفان الشهيد، لقب بهذا اللقب وصار علما عليه الشهيد. ولد في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، سنة 1201، وبالميلاد سنة 1786، أي في نهاية القرن الثامن عشر تقريبا الميلادي. ولد في بيئة كانت كل النذر توحي بأن بدأت تضعف إسلاميا، وأن هنالك خطر، أو هنالك خطران، خطر الإنجليز وخطر الهنادكة والسيخ. لنعود إلى الوراء قليلا، ما أريد أن أطيل لأني تحدثت عن تاريخ الهند في حلقة المجاهد العظيم أورانج زيب عالم غير. أورانج زيب عالم غير كانت حلقة خاصة بهذا المجاهد الكبير والسلطان العادل الذي حكم الهند 50 سنة، وكان من سلالة المغول، وكان عالما عادلا قويا. فبعد أن توفي أورانج زيب عالم غير، بدأت الدعوة الإسلامية في الهند تضعف بسبب اختلاف أولاده على الحكم، وبسبب المشكلات التي جرت، وقد فصلت لكم ذلك كله آنذاك. لكن الهند دخلها، الهند الكبرى، عندما نقول الهند نقول الهند الكبرى، والهند الكبرى هي تشمل اليوم باكستان إلى حدود إيران بلوشستان، وتشمل بنغلاديش الذي كان سمى باكستان الشرقية المهم إلى حدود الصين، وتشمل دولة الهند اليوم، وتشمل سيلان أو سريلانكا أيضا، وتشمل أجزاء جنوبية من أفغانستان. هذه الهند الكبرى، فعندما نقول الهند نقصد هذا. فالهند دخلها الإسلام أول ما دخل في حملة محمد بن قاسم الثقفي كما هو معلوم، ثم توسعت الفتوحات فيها، وكان من أعظم فتوحات محمود الغزنوي السلطان العظيم الذي نصر الله تعالى به الإسلام في الهند وأعلى رايته. ثم جاء بعد ذلك حكام كثيرون، وكان فيهم بطولات، وكان فيهم تضحيات، لمن أراد التفصيل يرجع إلى حلقة أورانج زيب عالم غير. ثم جاء المغول، جاء بابر أولهم، ظهير الدين بابر كان أول سلطان مغولي يحكم في منطقة شمال الهند، ثم جاء بعده خلفائه من أبنائه، شاه جهان كأكبر شاه جهان، ثم جاء أورانج زيب عالم غير، ثم جاء بعده سلاطين ضعفوا. لما ضعفوا أصلا كان الهندوس والسيخ مكبوتين مقموعين بقوة الإسلام وبعظمة هذا الدين وبسلطان الشرعي وسلطان القوة في دولة المغول. لكن دولة المغول ارتكبت أخطاء، منها أنها لم تعنى في معظم سلاطينها ومعظم أوقاتها بالدعوة إلى الله تعالى في أوساط السيخ والهنود كما ينبغي. وكان أيضا للسيخ والهندوس عصبية شديدة كما هو معلوم، وكان عندهم حقد شديد على المسلمين، وهي وإلى اليوم الهنادكة والسيخ من الشعوب التي لديها حقد شديد جدا على الإسلام والمسلمين، وهذا معلوم ونراه يتجدد كل حين. هذا أمر. والأمر الآخر أن السلاطين أنفسهم كانوا أخذوا في الضعف والتقاتل والخلاف، وهذه سنة ماضية فينا يبدو، لذلك تتجدد في كل حين، في الأندلس تتجدد، في الهند تتجدد، في الدول العربية تتجدد، في تركيا، في الدولة العثمانية، في أماكن كثيرة تتجدد. والمسلمون مشكلة لا يعتبرون ولا يتعظون كما ينبغي لهم أن يعتبروا ويتعظوا من خلال هذه الأحداث التي تمر عليهم، وهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة. المشكلة الأخرى، وكانت مشكلة بداية يعني أخذت طابعا خفيفا ثم استفحلت وانتشرت واشتد خطرها، مشكلة الإنجليز الذين ابتدأوا نشاطهم في الهند عن طريق شركة اسمها شركة الهند الشرقية. شركة الهند الشرقية
كان المراد منها أن تكون تجارية محضة، ذات نشاط تجاري محض. وسكت عنها حكام المغول المسلمين. الإشكال هنا أنها صارت مثل النواة التي كانت في شمال الأندلس، سكت عنها حكام الأندلس، نواة نصرانية صغيرة اندحر إليها النصارى بعد هزيمتهم أمام المسلمين في الأندلس، وصاروا في شمال الأندلس. لسكوت حكام المسلمين في الأندلس عن تلك النواة وانشغالهم الشديد بالدنيا والترف وبناء القصور الفخمة وقصر الحمراء بغرناطة، إلى اليوم نشاهده في التراث الأندلسي الموجود إلى اليوم في إسبانيا، المساجد الهائلة الضخمة التي دفع فيها ملايين الملايين بدون حاجة بدون داع، القصور الهائلة التي ظلوا يبنون فيها عشرات السنين، كان يمكن لهذه الأموال الهائلة أن تأتي بالدعاء من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي آنذاك، وتأتي بالجيوش وتنطلق هذه الجيوش، جيوش القوة وجيوش الدعوة، إلى الشمال وتنهي تلك النبتة النصرانية التي ظهرت ثم استفحلت ثم أخذت كل الأندلس بعد ذلك. كذلك في الهند، هذه شركة الهند الشرقية استفحل شرها جدا، ابتدأت في التجارة وفي خليج البنغال، شركة الهند الشرقية هنالك عند خليج البنغال وكالكوتا والأماكن هذه استفحل خطرها وانتشرت بعد ذلك لتأخذ الهند كلها بعد ذلك، كل الهند ما عدا أجزاء من أفغانستان استعصت عليهم لجبليتها وقوتها وصعوبتها، ما استطاعوا أن يأخذوها، أخذوا كل الهند، أخذوا باكستان، أخذوا بنغلاديش اليوم يعني بحدود السياسية اليوم، ما كان في باكستان وبنغلاديش في ذلك الوقت، وأخذوا الهند كلها وأخذوا سريلانكا، المهم أنهم استولوا على كل تلك الأماكن الشاسعة، وكانت نواة الاستيلاء تلك هي شركة الهند الشرقية، شركة تجارية في ظاهرها وذات أغراض استخرابية صعبة في داخلها وباطنها. سكت عنها حتى أورانغزيب للأسف الشديد، أورانغزيب من أعظم حكام المسلمين، وهو إمبراطور ضخم وسلطان كبير وعادل وتقي وعظيم، وعاد للأذهان سيرة الخلفاء الراشدين وحكم الهند 50 سنة، لكنه سكت ما أدري لماذا عن شركة الهند الشرقية، يبدو أنه ما كان قد تبين خطرها، أو أنه انشغل بحرب السيخ والهنادكة عن متابعة الشركة وأحوالها وأخبارها، المهم انشغل، وكان في زمن قوة وكان يستطيع أن يصنع لها شيئا لو أراد، لكن بعد وفاة أخذت الشركة بالانتشار والجاه والنفوذ حتى عم نفوذها كل الهند، ثم استولت إنجلترا على الهند كله، كل الهند الكبرى استولت عليها. ثم بعد ذلك أيها الأخوة الكرام، بعد استيلائها وإسقاطها الدول الإسلامية التي كانت في الحقيقة صورية أكثر من كونها يعني حقيقية على الأرض الواقع، بقيت قوة المسلمين في دهلي، وبالمناسبة هي دهلي وليست دلهي، حولها الإنجليز إلى دلهي، هي دهلي والنسب إليها دهلوي، فلان دهلوي فهي دلهي. المهم بقي للمغول سلطان فيها اسمي، هذا السلطان يعني لا يتعدى الجمعة والأعياد وإقامة الجمعة وإقامة الأعياد ودخول رمضان ودخول العيد وهذه القضايا، والدولة والإدارة والدفاع والجيش والخارجية والداخلية كلها بيد الإنجليز، حتى أسقطوا هذه، حتى أسقطوها تماما بعد ذلك، وصفى الهند للإنجليز تماما، وامتصوا ثرواته وفعلوا بأهله الأفاعيل وحكموه أكثر من 100 سنة، حتى خلص منهم بعد ذلك بمساعدة المسلمين الذين قدموا تضحيات كثيرة، ثم قلبت لهم الهند ظهر المجن وما أوفت لهم بما فعلوا، وهذا يعني هذا أمر طويل يطول شرحه وتطول قصته. لكن ماذا فعل الإنجليز عندما استولوا على الهند؟ اسمعوا بارك الله فيكم كيف صنعوا، حتى نعلم أن الاستخراب العالمي صاحب كلام والحقائق تختلف عن كلامه، وأن تطبيقاته تختلف عن كلامه وشعاراته التي ينادي بها دوما وأبدا في كل زمان وفي كل مكان. الإنجليز ماذا صنعوا في المسلمين عندما استولوا على الهند؟ أولا منعوا التعليم الإسلامي بالذات باللغة العربية في المساجد والكتاتيب والمدارس، خطوات فعلها كل مستخرب عندما تطأ قدمه الدنيسة
أرض الإسلام والمسلمين. يفعل هذه الخطوات تقريبا، الإنجليز يفعلونها بستار ماكر من اللين والتودد، والفرنسيون بطريقة فجة صعبة مباشرة، والنتيجة واحدة في النهاية، نتيجة واحدة: منع التعليم الإسلامي في الكتاتيب والمساجد والمدارس، ضيقوا على المسلمين أيما ضيق في حياتهم، بحيث أنهم كانوا يأتون بالهنادكة ويسلمونهم المناصب العالية ويحرمون المسلمين منها، ويأتون بالهنادكة ويعلمونهم تعليما رفيعا ويحرمون المسلمين منه. وهذه أيضا خطة ماكرة من أجل إبعاد المسلمين، وهم حياة الهند وروح الهند، عن التفكير، مجرد التفكير في مقاومة الإنجليز بعد ذلك عن طريق التمكن في الدولة. فهم منعوهم من هذا، ثم أتوا بأعداد غفيرة من الهنادكة وهجروهم إلى دهلي وأقرا. أقرا هي أعظم مدينة في الهند بعد دهلي، دهلي كانت، ودهلي كانت طبعا هي العاصمة، فكانوا هجروا هنادكة كثيرين إلى دهلي وإلى أقرا. لماذا؟ ليخلوا بالتركيبة السكانية التي كانت أنذاك موجودة لصالح الهنادكة. وهذه أعمال خطيرة عملها الإنجليز، وكما تعرفون أنتم أن سياستهم يفرق تسد وبطيء لكنه أكيد، هذه طريقة الإنجليز يعني. ففي النهاية ضيقوا على المسلمين جدا، وحرموهم ومن مواصلة التعليم، وحرموهم من المناصب العالية، وأخلوا بتركيباتهم السكانية في المناطق التي كانوا هم فيها أكثرية، وصنعوا ما صنعوا. هنا كان لابد من استثارة لروح الجهاد من جديد في نفوس المسلمين ضد الإنجليز، حيث استناموا لهم ورضوا بوضعهم. ومن أصعب وأفظع ما صنع الإنجليز أنهم غضوا الطرف، وربما شاركوا أيضا مع الهنادكة والسيخ في إقامة المذابح الهائلة للمسلمين، لأن الهنادكة والسيخ لما ضعف شأن المسلمين وتولى الإنجليز وجدوها فرصة لإقامة مذابح ومجازر للمسلمين، وساعدهم الإنجليز في أحيان كثيرة. فهذا من أفظع ما صنعوه. فكان إذن لابد أن تقوم روح جديدة، روح تجاهد هؤلاء وتقف في وجههم وتذكرهم بقوة المسلمين الماضية. في هذه الأحوال المضطربة ولد شيخنا ومجاهدنا وعظيمنا أحمد ابن محمد عرفان في راي بريلي، إحدى مديريات مدينة لكنو في الهند، شمال الهند. ولد لأسرة شريفة، فكان جده لأمه من سلالة آل البيت الذين قدموا خدمات جليلة للهند في التعليم وفي التدريس والتربية والتوجيه والعبادة، فكانوا قدوات جليلة في الهند. وأبوه أيضا كان رجلا طيبا، وولد في سنة 1201 للهجرة، يعني في بداية القرن 13 الهجري، وقلت لكم بميلادي كان 1786 أواخر القرن 18. ولد وكان من عادة شباب عادة الصغار الأطفال أنهم يبدأون بالدراسة في الكتاتيب، دراسة القرآن، دراسة اللغة، دراسة العربية، دراسة فروض الدين. لكن هذا الولد كان خلاف كل إخوانه وأقاربه، نفسه منصرفة عن الدراسة، لا يريد أن يدرس. أبوه حاول معه، أخوه إسحاق حاول معه، ليس هنالك فائدة، ما يريد أن يدرس، إنما اكتفى بحفظ بعض الآيات وبتعلم قليل من العلوم، ورفض أن يدرس. أبوه كان رجلا عاقلا، لأنه ليس من المصلحة أن تجبر ولدك على الدراسة في وقت هو لا يريدها، ولا تنشرح نفسه لها، ولا ينشرح صدره لها، ليس هذا من مصلحة أبدا. فكان من الأفضل ألا يجبره، ففعلا تركه وما أراد. الولد فك من الدراسة بعد درس قليلا، ثم تحرك في ميدان الرياضة والسباحة والجندية، يعني هو كان هذا يوافقه، والله تبارك وتعالى سخره لهذا ومهد له الطريق بهذا. كان صاحب جسم قوي وعضلات مفتولة ما شاء الله، وكان أيضا محبا للتنقل والترحال، وكأنه هيئ من قبل الله تبارك وتعالى للمهمة الصعبة التي ستلقى على عاتقه بعد ذلك. الرجل عاش قليلا، عاش فقط
واربعين عاما، حيث استشهد في 1246 رحمة الله تعالى عليه، 1831 استشهد بالميلادي، يعني قبل 175 سنة تقريبا. فعاش حياة قليلة، ما عاش حياة طويلة، لكنها مليئة بالأحداث وبتضحيات الجسام. في أراد أن يذهب من راي بريلي إلى لكنو من أجل أن يلتحق بمدرسة أو بمعسكر حربي هنالك. كانت نفسه تتوق إلى الحرب وإلى جهاد وإلى البذل، ما كان منصرفا للدراسة كما قلت لكم. فذهب سبعة من رفاقه من راي بريلي إلى لكنو حتى يلتحق بهذه المدرسة. في طريق رفاقه كانوا يحملون، كل يحمل متاعه على ظهره، ويعتقبون يعني يتعاقبون على الدابة. هنا أراحهم من نفسه وقال لهم أنا سأمشي، أنتم اعتقبوا وأنا أمشي. تعبوا في الطريق من حمل المتاع، قال لهم إن لي عندكم حاجة. قالوا ما هي؟ قال تقسمون أنكم ستفعلونها. قالوا نعم نفعل لك ما تريد. قال تحملون كل متاعكم على ظهري. سبحان الله العظيم، يبدو أنه كان يعني قويا جدا. فحملوا أو حملوه كل المتاع على ظهره ومشى فيه إلى وصل لكنه وهو على ظهره وهم يركبون. لكن مع ذلك هو كان كما قلت لكم قويا جدا، وكان في خلقه الإيثار، والإيثار هذا الذي كان عنده كان يلازمه طيلة حياته. من المعلوم هذا الإيثار وخلق التعاون وخلق الاشتراك مع الآخرين وعدم تكليفهم، وهو يبقى هكذا بقي معه طيلة حياته حتى صار أميرا وحتى صار رئيسا لإمارته، وهو معه هذا الخلق الكريم. وأكرم به من خلق، خلق جليل في الحقيقة وعظيم. في لكنه نفسه ما طابت للبقاء في مدرسة الجندية هذه، كان يتطلع بشغف إلى مدرسة أخرى عبادية زهدية علمية. أين هي؟ في دهلي، مدرسة خلفاء شاه ولي الله الدهلوي. الشاه ولي الله الدهلوي هذا هو من كبار علماء الهند الذين كانت لهم آثار ضخمة في القرن الحادي عشر، آثار كبيرة ورائعة وجليلة في الهند. فتاقت نفسه إلى أن يذهب إلى هذه المدرسة ويكون مع أحفاد شاه ولي الله الدهلوي ويتعبد على أيديهم ويزهد على أيديهم ويفهم الإسلام على أيديهم، كان يحب هذا وبقوة. لكن من لكنه إلى دهلي مسافة، قابل فيها أهوالا ومشاق حتى وصل إلى دهلي. الحب للترقي دوما كان أيضا حاسة كبيرة في حياته. وصل إلى دهلي والتحق بالمدرسة بعد أن سروا سرورا عظيما لما علموا أنه من ذلك النسل الطاهر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا عليه وعلى نسبه وعرفوا من أي عائلة كان، وعائلته كريمة وينتسب إلى من جهة جده الأمي إلى أفذاذ عظام في من آل البيت في تاريخ الهند. سروا به أيما سرور واستقبلوه في المدرسة ورضوا أن يكون هو أحد طلابها، وأقبل على الزهد والعبادة والصلاح وضرب في ذلك أمثلة رائعة جليلة. هذا كله يعني طريق أحمد بن محمد عرفان الشهيد، العلمي والزهدي والعبادي. لكن كان له طريق أخرى وكان له سلوك آخر سلكه بعد ذلك في الهند، وكان يرنو بنظره وبصره إلى قتال الإنجليز وإلى تخليص المسلمين من شرهم وإلى قتال السيخ والهنادك الذين كانوا يظلمون المسلمين ويوقعون بهم ويفعلون بهم مصائب وبلايا كثيرة جدا، والمسلمون ليس عندهم قوة ليواجهوا. فأراد أن يعد نفسه من قوة الحربية ليجاهد أولئك الغزاة وأولئك المعتدين، وفعلا تيسر له هذا على وجه جليل، وهذا من فضل الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. طاقت نفسه للذهاب إلى معسكر جهادي آخر، وكان يقوم على هذا المعسكر قائد اسمه نواب مير خان، نواب مير خان. فانخرط فيه بقوة وبحماسة في المعسكر، وطبعا كان يحدث نفسه طيلة الوقت بالجهاد ضد الإنجليز وضد أعداء الإسلام وكذا. لكن وجد أن مير خان، نواب مير خان هذا،
بعد ذلك إنما يقاتل من أجل الغنائم، من أجل الغلبة، ما يقاتل من أجل هدف واضح. وزاد الطين بلة وزاد الأمر ضغثا على إبالة أن أمير خان هذا صالح الإنجليز. هنا كانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، فلم يصمد أحمد محمد عرفان لذلك، وقرر أن يترك هذا المعسكر الجهادي وينتقل بعد ذلك، يعود إلى دهلي. في دهلي رحمة الله تعالى عليه قرر أن يبدأ دعوة الناس. يقول صديق حسن خان وهو أمير من أمراء الهند وعالم كبير ومؤلف وفقيه وتلميذ الشوكاني، المهم يقول صديق حسن خان إن السيد أحمد بن عرفان الشهيد آية من آيات الله تعالى في هداية الخلق، وبمواعظه وخطبه وخطب خلفائه طهر الله أرض الهند من الشرك والبدع. كان الرجل صاحب هداية عجيبة يجذب قلوب الناس إليه، ربما هذا لإخلاصه، فالإخلاص واضح في كل حركة من حركاته، في كل تصرف من تصرفاته، نحسبه كذلك والله حسيبه. والإخلاص يورث الإنسان شيئا عجبا من التأثير كما هو معلوم، فكان الإخلاص رائده دوما، فربما هذا هو الذي سهل له الطريق إلى القلوب. فقام هو والشيخ إسماعيل ابن عبد الغني ابن ولي الله الدهلوي، أي حفيد شاه ولي الله الدهلوي المشهور العظيم، قام هو وإياه برحلات كثيرة في ما حول دهلي من مناطق من أجل هداية المسلمين وتبصيرهم بدينهم وإقامة الدعوة على أسس سلفية. عندما نقول على أسس سلفية لا نريد بها يعني على شاكلة الشدة والغلظة وما يسلكه البعض للأسف الشديد من سلفية اليوم، لا لا لا، ولا التحامل على الناس ما يسلكه بعض سلفي اليوم، لا، إنما نريد بالسلفية يعني العودة بالإسلام إلى منابعه السلفية الأصيلة قرون الثلاثة الأولى، هذا اللي نريده بالسلفية. وعندما نشيد بالسلفية نشيد بهذه الحركة، وهي الرجوع بالناس إلى ما كان عليه الإسلام الصافي قبل دخول البدع وقبل دخول يعني الشركيات وغلاة التصوف إلى آخره. فكان هو رحمة الله تعالى عليه يدور في القرى والبلدات والمدن يحاول هداية الخلق، وجذب الله إليه قلوب كثيرين وساروا من أتباعه ومن حركته وجماعته الآلاف آنذاك، وهذا من فضل الله تعالى عليه. ونجحت دعوته نجاحا كبيرا في البداية، في بدايات أمرها في دهلي وما حولها، وساعده في ذلك الشيخ الكبير كما قلت لكم إسماعيل ابن عبد الغني الدهلوي. هنا أراد أن يتزوج، ماذا صنع أيها الإخوة والأخوات؟ هنالك عادة قبيحة في الهند تبع فيها الهنود، تبعوا فيها الهنادكة، الهنود المسلمون تبعوا فيها الهنادكة، وهي أن المرأة إذا مات رجلها لا تعود تتزوج أبدا، والزواج بها عد فضيحة وعارا وخرقا لسنة عندهم وتقليد داموا عليه عشرات السنين أو مئاتها. فقرر أن يخرق هذه العادة بنفسه، ومات أخوه إسحاق وترك زوجه، فتقدم إليها وتزوجها. فامتلأت الهند ضجيجا، كيف يصنع السيد هذا؟ كيف يعمل هذا العمل الذي مخالف لكل التقاليد المرعية آنذاك بين المسلمين؟ لكنه أراد أن يكسر هذا الحاجز، أراد أن يلقن المسلمين درسا أن التقاليد التي تخالف شرع الله يجب أن تنبذ وتنبز ولا يلتفت إليها أبدا. وهذا الذي صنعه رحمه الله، يعني كان يعمل الشيء بنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا، يعمل الشيء بنفسه، يقوم عليه بنفسه، يغير بعمله ليس فقط بقوله. فتزوج امرأة أخيه إسحاق، وأقبل المسلمون بعد ذلك على الزواج بالأرامل تبعا للسيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يعني هذه من الوسائل التي اتبعها في دعوته، أنه يقوم بنفسه ويغير. ثم إنه أراد الحج، ولقصة الحج هذه عنده قصة جليلة، مكث فيها 3 سنوات وهو يرتحل من أجل الحج ذهابا ومجيئا. لماذا؟ لأنه كان يقف في رحلته في محطات مرزابور، كالكتا، بنارس، في الطريق يقف في مدن ويدعو الناس، ربما وقف شهرا شهرين 3 أشهر، ما يهتم لا يبالي، الوقت عنده للدعوة وللإسلام فقط.
فأعلن في الهند في عموم أنحاء الهند أنه يريد الحج. وكان بعض العلماء للأسف الشديد قد أفتوا بسقوط فريضة الحج عن الهنود، ولذلك تقاعس كثير من الهنود في أداء هذه الفريضة. لماذا أفتى العلماء بهذا؟ قالوا إن الطريقة محفوفة بالمخاطر، والأعراب في الحجاز يسرقون الناس، ومراكب الشراعية خطر في المحيط، وما ينبغي أن يخاطر المسلم بنفسه. طبعا هذه قلة فقه. لماذا؟ لأن الإسلام يقوم على التضحية أيها الإخوة والأخوات. نعم، لمن استطاع إليه سبيلا ويمكن الحج، وقام به ملايين قبلهم قبل هذه الفتوى، وما تأثروا وما تعبوا. قلة فقه لماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الحج أكبر مساعد على تثبيت الإسلام في نفوس المؤمنين، لذا هذا أمر مهم في عودة الروح إليهم من جديد. إلى عهد قريب كان الناس الذين لا يصلون عندما تخاطبهم وتقول لهم لماذا لا تصلون؟ قال حتى أحج. وفي خارج الحجاز قال حتى آتي الحجاز، حتى أحج، هنالك بعده يصلي. فإذا أتى للحج عقد العزم مع الله تعالى على التوبة النصوح وعلى عدم الرجوع إلى ما كان عليه. فالحج له تأثير عظيم على المسلمين. فمن قلة الفقه أن تمنع المسلمين من هنا الهنود من الحج، وهم يواجهون هجمات عظيمة من قبل الهنادكة والسيخ والإنجليز لتحطيم عقيدتهم ولتحطيم إسلامهم وإيمانهم، وأنت تضيف إليهم أمورا يعني تعيقهم عن الوصول إلى الإسلام من جديد أو إلى تثبيت الإسلام في نفوسهم من جديد، منها أنك تفتي بإسقاط الحج، وهذا ما ينبغي أن يكون أبدا. فهذا أمر. الأمر الآخر من قلة الفقه الذين أفتوا أن مرادهم هذا يوافق مراد من؟ يوافق مراد المستخربين. الاستخراب في كل مكان وطئت قدمه الدنسة فيه حرص على منع الحج أو التضييق عليه. فرنسا مع الجزائر، الإنجليز في الهند حرصوا على تضييق الحج جدا، وأن تصدر الفتاوى التي تقول الحج ليس إليه استطاعة ولا يمكن، وفعلوا ذلك للأسف الشديد بقلة وعي. كان المستشرقون ومن ورائهم المستخربون يحاولون صد الناس عن الحج بكل طريقة، يشيعون أن في الحجاز أمراضا خطيرة فلا تحجوا، يشيعون أن الطريق محفوفة بالمخاطر، يصدرون فتاوى عن طريق العلماء الذين لا يفقهون، وهكذا. لذلك أراد كعادته أحمد بن عرفان الشهيد أن يغير هذا الأمر بنفسه، فأعلن في عموم الهند أنه سيحج، وكان ذلك سنة 1233 1822 للميلاد، وكان عمره آنذاك رحمة الله تعالى عليه 31 سنة. فأعلن في عموم الهند أنه خارج للحج، فاجتمع معه مئات من الناس، وكانت الحملة التي تحركت في بدايتها تحمل 400 حاج، 400 حاج في بدايتها، وكان هذا عددا لا بأس به آنذاك لبداية الحج من جديد، ولكسر حاجز النفس، لكسر حاجز النفس الذي يقوم بين المسلمين وبين الحج، ولتثبيط أولئك العلماء الذين ينادون بالفتوى بإسقاط فريضة الحج. فكيف حج هذا الرجل العظيم؟ وكيف كانت رحلة حجه؟ هذا ما سأقول لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.